تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. صنفت كل من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر 59 فردا و12 منظمة في قطر ضمن قوائم الإرهاب لديها. جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأربع في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. هذا وقد أدرج 18 قطريا في قوائم الأشخاص الذين يتهمون بتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى رجال أعمال وساسة وأشخاص بارزين في الأسرة الحاكمة. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة له على موقع تويتر إن التصعيد الكبير المربك والمرتبك من دولة شقيقة وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين فصل جديد مأساوي وهزلي. وقال الوزير الإماراتي إن هذه الدولة ترى خلاصها الآن في الدعم الخارجي بعدما تدخلت في شؤون العرب مقوضة استقرارهم. هاجمت هيئة تحرير الشام مقر لكتائب تابعة للجيش السوري الحر في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب. وقال مراسلنا إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين أسفرت عن قتلى وجرحى بعد أن سير مقاتلو النصرة رتلا إلى معرة النعمان بهدف اعتقال أفراد يتبعون الفرقة 13. وأكد مراسلنا أن أهالي معرة النعمان خرجوا في تظاهرة للتنديد بالهجوم الذي استهدف مقر الجيش الحر وللمطالبة بإسقاط جولاني، لكنها قوبلت بالرصاص. فجر انتحاري نفسه داخل مرآب للسيارات في محافظة كربلاء جنوبي العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى إضافة إلى أضرار مادية بعدد من السيارات. وكان الانتحاري يرتدي حزاما ناسفا واستهدف الجراج الموحد في كربلاء الذي يشهد زحاما شديدا كل يوم جمعة لاستقباله زوارا من المحافظات الجنوبية. خسر حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي الغالبية المطلقة في البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم الخميس في بريطانيا بحسب النتائج الرسمية الصادرة اليوم. وكشفت النتائج الرسمية أن المحافظين في الطليعة لكنهم خسروا نحو 12 مقعدا، بينما فازت المعارضة العمالية بنحو 30 مقعد. أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن البصل الأحمر يحتوي على خصائص ومركبات كيميائية تقتل الخلايا السرطانية وعلى رأسها سرطان القولون والثدي. وشملت التجارب وضع خلايا سرطان القولون في اتصال مباشر مع مركب الكير سيتين الموجود في البصل الأحمر، وأظهرت النتائج أن البصل الأحمر ممتاز في قتل الخلايا السرطانية، كما أنه فعال أيضا في قتل خلايا سرطان الثدي. نهاية الموجز، في أمان الله.